في السودان لا صوت يعلو فوق أصوات المحتجين وطلقات الرصاص. لا يهدأ هؤلاء الشباب ولا تفتر عزيمتهم عن المطالبة باستقرار سياسي وحكومة مدنية تضمن حقوقهم ومستقبلهم الذي بات مشوشاً أكثر من أي وقت مضى، وهم الآن يعملون تحت اسم لجان المقاومة. ميثاق لجان المقاومة دي هيكون الحد اللبنى بتاع المطالب دائرة اللجان، والحد اللبنى لشكل الدولة اللي بيحقق الحاجة دائرة اللجان دي. هيكون حاجة مفصلة شديد. يحاول مجلس السيادة السوداني احتواء مطالب الشباب في ظل حكومة تصريف أعمال حالية تدير البلاد حتى إجراء الانتخابات، وهو ما يرفضه الشارع السوداني الذي يشهد حركة احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالحكم المدني والقصاص لشهداء الثورة. بالنسبة إنه هي حاليا تدوي اللجان تعمل الإعلان السياسي أو الميثاق، ده حاليا لأنه ما في حاضنة، وزي ما انت عارف الناس رفض الشارع رفض الأحزاب بسبب الحاجة اللي حصلت، وطبعا تماما العساكر مستحيل. فلازم احنا هسه حاليا احنا بقينا في وضع المسؤولية التامة، لازم نطلع بالبلد اللي برا الأمان. السودان يعيش أزمة سياسية منذ قرارات قائد الجيش الصادرة في يوم 25 من أكتوبر الماضي، وقضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية. الجسم التحالفي الوحيد اللي بيضم قوى مدنية في كل السودان عنده هيكلة محددة ورؤية محددة وطريقة اتخاذ قرار محددة هو الحرية والتغيير. الحرية والتغيير ولجان المقاومة، تعددت الأسماء لكن الظرف واحد، استمرار دوران السودان في حلقة مفرغة دون الوصول إلى حل، ويبقى المواطن السوداني الخاسر الأكبر.